انضم الينا من الناصرة السيد محمد زيدان الباحث في الشأن الإسرائيلي. اهلا وسهلا السيد محمد بك على شاشاتنا الغد. بداية الأسئلة معك سيدي، متى يتم اجتياح مدينة رفح بريا، وهل تتم عملية الاجتياح بالتزامن مع معارك خان يونس او بعدها ربما؟ يعني لا شك بأنه موضوع رفح الآن هو الموضوع الذي يتصدر كافة وسائل الإعلام الإسرائيلية والنقاشات السياسية بين كافة الفرقاء. هناك وجهتي نظر، وجهة النظر الأولى التي يقودها بنيامين نتنياهو تقول بأن هذه المعركة وهذا الاجتياح هو أمر حتمي، وبلغة نتنياهو كما تحدث بالأمس بأنه لا يمكن الانتصار على حماس بوجود 4 ألوية من حماس موجودة في رفح. طبعا هذا هو الادعاء يستعمله من أجل تبرير هذه العملية بأي ثمن، ويقول بأنه عملية ترك النازحين حاليا يعني بالنسبة لإسرائيل هو ترك المجال لحماس أن تعود إلى الشمال لاحقا وأن تعود لتشكل خطر على إسرائيل، وهو الهدف أحد الأهداف الثلاثة التي تحدث عنها لهذه الحرب. وبالتالي من وجهة نظر بنيامين نتنياهو هي هذا الاجتياح هو أمر حتمي يجب أن يتم، ومن وجهة نظره من ناحية الجدول الزمني يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن و بشكل متماشي مع العمليات العسكرية والقصف المتواصل لخان يونس، لأنه يعتقد بأن هناك يعني ترابط بين المكانين من وجهة نظر أولا بأن قيادة حماس قد تكون مختبئة في أنفاق في خان يونس وفي رفح، سيدي سيد محمد، وأيضا يعني أرغب نعم في أن نكون واضحين في الطرح. سيدي، عندما بدأ العدوان زاوية الشمال قيل هناك الأنفاق والسلاح وأن كل غزة هي حماس، قيل هكذا من الجانب الإسرائيلي ولم صحيح. يقف له أحد، ثم ذهب إلى معارك ميدانية في وسط القطاع في المنطقة الوسطى وفي دير البلح وسلسلة من الجرائم، وقال ربما هناك أنفاق وأسلحة موجودة تحت الأرض ولم يقف له أحد، ثم ذهب إلى خان يونس وقال إن يحيى السنوار موجود في الأنفاق في خان يونس ودك فيها كل البيوت وفي كل المحاور والجبهات شمال وجنوب وشرق وغرب، ولم يقف له أحد. الآن هو يحدث الكل أو الجميع عن مدينة رفح التي نزح الكل من أهلنا في غزة إليها جنوبا، هل يقول له أحد كفى سيد محمد؟ سواء من المجتمع الدولي من المجتمع الأمريكي، وأنا لا أعول عليهما أصلا، ولكن أسألك فأنت في المقام الأول فلسطيني، هل هناك نية القتل الجماعي والإبادة بعد كل ما مر من العدوان 5 أشهر؟ الآن المحكمة الجنائية الدولية تبحث، محكمة العدل الدولية تراقب وتبحث، وهو في شق آخر القتل 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 والذبح الجماعي في رفح، أو هناك سيناريو غير مطروح على الطاولة يا سيد محمد، ربما من المقاومة، ربما تفاجئ الكل بضربة ما بنقرة ما بأي حديث مختلف عن هذا النهج الإسرائيلي، ربما كلمة عليا تأتي من دول الجوار، ربما رد عملي من الجانب المصري، أي هذه السيناريوهات نحن بصدده الآن، أو أنه لا سيناريو إلا عملية القتل في رفح بعد أيام بعد ساعات بعد أسابيع؟ يعني للأسف الشديد ما ذكرته هو صحيح بكل التفصيلات. إسرائيل من وجهة نظرها أو على الأقل الحكومة الإسرائيلية ذاهبة إلى تدفيع الثمن للمجتمع الفلسطيني في غزة بأي طريقة وبأي حجة. من ناحية التبريرات إسرائيل طرحت 3 أهداف لهذه الحرب، الجميع حتى المحللين الإسرائيليين يقولون بأنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف، وبالتالي الاستمرار في حرب لا يمكن تحقيق أهدافها يعني عمليا هو استمرار عملية القتل بلا جدوى سياسية على الأقل من وجهة النظر الإسرائيلية. الآن في كل ما يتعلق بالحجج
نتنياهو والجيش الإسرائيلي وماكنة البروبوغندا عملت منذ البداية، منذ 7 أكتوبر وما بعدها، في كل مرحلة كان لها شعاراتها وكان لها عدتها الإعلامية، ولا ينقص إسرائيل يعني بث الأكاذيب، والجميع يذكر كل ما يتعلق باستهداف الشفاء ومن بعده كافة المستشفيات وكافة المباني وكافة المربعات السكنية، والتي حتى الإسرائيليين أنفسهم يقولون بأنها لم تؤدي إلى أي نتيجة سوى عمليات القتل. الآن بنيامين نتنياهو يقول استطعنا أن نقضي على 8 ألوية من ألوية حماس. ليس هناك أي دليل وليس هناك أي وثيقة وليس هناك أي حتى خبير عسكري يؤيد هذا الكلام أو يقول بأنه صحيح، ولكنه يستعمل ويضخ بشكل يومي. فقط بالأمس أحد الصحفيين كتب بأنه الآن يعني بعد 4 أشهر تم ضخ كل الصور والحديث عن القتل وعملية تجييش المجتمع الإسرائيلي نحو تأييد عمليات القتل المتواصلة في غزة. ماذا تتوقعون الآن؟ هل سيتحرك المجتمع الإسرائيلي في قضية مرتبطة برفح والآلة الإعلامية لازالت تضخ مثل هذه الأكاذيب وهذه الأقاويل؟ وهذا تصريح لصحفي إسرائيلي على أحد القنوات المركزية. الآن فيما يتعلق الأعداد في برفح، رفح يا سيد هناك محمد تصريحات على الأقل، ليست هناك بالهينة. تصريحات على الأقل من قبل المجتمع الدولي. طيب بالأمس كان هناك تفضل. تصريحات من الأمم المتحدة، من الولايات المتحدة الأمريكية. رأينا كيف أن بايدن نفسه تحدث عن موضوع رفح وعن عملية الضغط والقصف على المدنيين في الجنوب، وكيف يمكن أن يؤدي إلى عمليات يعني بشعة أو كارثة إنسانية كما وصفها. إذا على مستوى التصريحات هناك تصريحات، أعتقد بأن المجتمع الدولي كله بما فيه يعني المؤسسات الدولية والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، حتى الآن لم تفرض أي سبب على إسرائيل لتتراجع عن رغبتها في توسيع هذه الحرب. إسرائيل يعني لم تدفع ثمن لأي عملية عسكرية أو لأي استهداف للمدنيين أو المؤسسات الطبية وغير ذلك، وبالتالي يعني لا أرى أي مبرر من وجهة نظر الإسرائيلية أو سبب يمكن أن يؤثر عليها لكي تتراجع عن رغبتها في توسيع الحرب. حتى إسرائيليا الجميع يتحدث بأنه بنيامين نتنياهو وإسرائيل لن يتراجعوا عن رغبتهم يعني بتوسيع أمد الحرب، وكما رأينا يعني خلال الساعات الأخيرة توسيعها حتى ليس فقط في رفح، يعني رفح هي بؤرة للتوسيع، ولكن الاستهداف في لبنان، القصف في سوريا، الحديث عن يعني استهدافات يمكن أن تمتد حتى لرمضان، سيد محمد، يمكن أن تشعل الضفة والقدس، العراق، سوريا، كافة البحر الأحمر واليمن، كافة الجبهات جاهزة للاشتعال. وأعتقد بأنه يعني خطأ ما أو شيء ما يمكن أن يحصل هو ما يمكن أن يشعل هذه الحرب. وأعتقد بأن إسرائيل لا تنتظر الخطأ، يعني بنيامين نتنياهو يعتمد بشكل واقع على محاولة جر حزب الله، على محاولة جر حتى الآن المجازفة بالعلاقة مع مصر، والحديث على إمكانية توتير يعني الحدود مع مصر، التهديدات للأردن بقطع المياه. هو يستعمل كل الجبهات ويحركها باتجاه التصعيد، هو يريد هذا التصعيد ويريد أن يغذي أي سبب يمكن أن يستعمله من أجل إطالة أمد هذا الحرب. وتحدثنا كثيرا عن استفادته من هذه الإطالة وهذا التوسيع، لأنه بالتالي هو ما يطيل حكمه وما يعني يجعله قادر على العودة للحياة السياسية. وفقط بالأمس يعني كان هناك استطلاعات رأي في إسرائيل تقول بأن بنيامين نتنياهو وحزب الليكود يعني تحسن نوعا ما مقارنة بالأسابيع الماضية، ويبدو بأن بنيامين نتنياهو يستعمل الحرب
يعني أكثر من إنه يبدو أو انطباع، هو فعليا يستعمل هذه الحرب كإعلان انتخابي وكقضية سيأتي بها إلى الانتخابات القادمة ليحارب بها جانتس، الذي يظهر حتى الآن عاجزا عن إظهار بديل. أيضا هذه الاستطلاعات أظهرت بأن جانتس تراجع، أيضا دعم حزبه تراجع، وهناك ازدياد لقوة بنغفير والتيارات اليمينية الاستيطانية. إذا من ناحية المادة الإعلامية التي توفرها هذه الحرب لبنيامين نتنياهو هي مفيدة جدا، وبالتالي هذه يعني الرغبة في إطالة الحرب وتوسيعها والذهاب إلى النهاية، يعني بالنسبة له الدم الفلسطيني هو مادة انتخابية جيدة لمجتمع يؤيد حتى الآن. هناك يعني رغبة لدى المجتمع الإسرائيلي في استمرار الحرب و يعني توسيعها لدرجة يعني الحديث عن ما يشبه الرغبة في إبادة، يعني كالحلم الإسرائيلي في أن تختفي غزة، والذي تحدثوا عنه في الماضي قبل هذه الحرب، يبدو بأنه هو ما يسيطر على الشارع الإسرائيلي الذي لا يتحرك حتى الآن من أجل وقف هذه الحرب. والحراك الوحيد الموجود على الأرض هو حراك العائلات، يعني عائلات المحتجزين، وهو لا زال حراك محدود غير مؤثر على قرارات الحكومة.